إذن مشاهدينا الكرام، نقلنا لكم نقلا مباشرا حيا وتحديدا من كنيسة مرمينة بحلوان استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد. وفي سياق النشر مرة ثانية، قال محافظ الفيوم جمال سامي أنه تم تكثيف التواجد الأمني بالمحافظة وفي محيط جميع الكنائس استعدادا لعيد الميلاد المجيد. وأكد سامي أنه سيقوم عدد من القيادات بزيارة جميع الكنائس والطوائف المسيحية المتواجدة بالفيوم لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد. الحقيقة في خطة تأمينية جيدة جدا وضعتها مديرية الأمن، وتم مراجعة تفاصيلها مع كل القيادات الأمنية بالمحافظة. في تأمين جيد جدا للكنائس وأماكن العبادة. النهاردة بالليل إن شاء الله هنحضر القداس، وهنبارك كمان لجميع الطوائف. إحنا عندنا في فيوم في الطوائف الأرثوذكسية طبعا والإنجليين وطوائف متعددة، هنعدي على كل الكنائس دي مساء اليوم وهنهني إخواننا المسيحيين بعيد القيامة المجيد. طيب يعني يا فندم، لو تقوم المحافظة بعقد عدد من الاحتفالات أو يعني المهرجانات التي تتم في هذا الإطار بجانب الاحتفالات التي تتم في الكنيسة، وماذا عن يعني زيارتكم للكنيسة يوم الأحد لتقديم التهنئة للأنبا إسحاق الذي سيقوم ب يعني ترأس هذا القداس مساء؟ هو الحقيقة في النهاردة دي الاحتفالات الدينية اللي في الكنائس وأماكن العبادة، وغدا إن شاء الله في الدير الكبير بيبقى فيه احتفالية، الأطفال والأسر كلها بتبقى موجودة، وبنحرص على التواجد معهم كل عام لتهنئتهم ومشاركتهم فرحتهم بالعيد.